يعني انا دلوقتي عندي مثلا عيل عنده عمليه في رجليه، الولد الكبير ابني ماشي، عشان اروح اعملها هو الموظف البلدية ياخد 1000 جنيه ولا 1200 جنيه، واللي زي هنعمل ايه يعني؟ لو الاسعار كل الاسعار مش الادويه بس، جميع الاسعار، انت بتتكلمي في الادويه بس، احنا كل حاجه بقت نور. انا معايا عيل بيتعلم لمؤاخذة خارب بيتي، مش قادر اصرف عليه، الولد الكبير مش عارف اصرف عليه اللي هو بيتعلم، التاني عاجز برجله وقاعد ومعايا 4 بنات، مع المرتب ده هنعمل فيه ايه؟ هنمشي ازاي يعني؟ مانيش عارف. طبعا حاجه مش كويس، احنا اصلا عندنا مشكله كبيره جدا، عندنا حاله تعبانه، حاله مش عاديه يعني، فبنصرف ادويه كتير جدا وبنصرف مصاريف جامده، وطبعا مع ارتفاع الاسعار دي احنا مش عارفين نتصرف ازاي، مش لقينا علاجه كمان على فكره يعني، وبنجيبه من السعوديه بنبهدلين عشان مش خاطر نجيب الادويه. وبالنسبه لش كمان المصاريف يعني، هو شغله على قده يجيب منين إيه؟ يعني الحاله ما معاش فلوس تجيب تموت، ارفع اسعار الترفع عليه، حالات الام اس دي هتنش ازاي؟ احنا عندنا نوع واحد بس ب1500، ب1500 غير الادويه، بقت الادويه الحقن كلها يجيبها منين؟ الاسعار زادت، وبعدين بعد ال 13 فبراير جايبه الموضوع ديت، في صيدليات او شركات ادويه خلت العبوه بدل ما تبقى العلبه شهرين بقت العلبه على شريط واحد. طبعا ال 13% ده مضافه ضعف الكواليتين، بقت 26%. ما حرام، بقول لك المرضى الغلابه مش بيتعالجوا، يعني الغلابه اللي زينا مش لاقيين، والله العظيم. والله انا عندي روشته كنت بجيبها الاول ب 500 جنيه، رحت اجيبها لقيتها ب 900 جنيه، كتير ما جبتهاش لاني مش معايا، انا كنت بجيبها الاول بالقسط كمان بتاع السعر، دلوقتي بديله كل يوم حاجه، دلوقتي ما مرضيش 900 جنيه، كتير كتير قوي يا بنتي والله، وده ربنا يلطف بينا.